نهاية أكيد هذه المباراة. وصاحب الهدف اليوم روماريو ويليامز لاعب فريق الاتحاد روماريو فيرست. روماريو سعداء بوجودك معنا على قناة أون تايم سبورتس، تهنئتنا على هذا الفوز وعلى الهدف الذي حققته وهو الهدف الرابع لك هذا الموسم. بالتأكيد هو شعور خاص جدا، أنني أحاول دائما أن أكون موجودا في كل المباريات، وهذا هو السبب في وجودي في هذا الفريق، أن أحرز أهداف ولكي يفوز الفريق. هو شعور طيب جدا جدا وسعيد أنني موجود دائما في أي مباراة. الأهم أننا حققنا الفوز وحصلنا على الثلاث نقاط، والترتيب الذي نحن فيه الآن هو جيد قبل أن نتوقف ونلعب بعد ثلاثة أسابيع. ما الذي حدث بين شوطي المباراة؟ ورأينا الاتحاد يضغط كثيرا على المنافس. الفارق هو أنه كان لدينا طاقة أكبر وكان هناك حالة من الجوع للفوز، وكنا نريد أن نسجل هدف لكي نغير من رتم المباراة، واستطعنا تحقيق الفوز. وفي هذه اللحظة أصبح لدينا القوة الدافعة و أنهينا المباراة بشكل طيب. في الشوط الثاني كنا أكثر إصرارا على الفوز. الأداء في هذا الموسم، ماذا يقول عن مستقبلك؟ المستقبل أعتقد أنه مشرق بالنسبة لي، وأرى أن مصر لم ترى أي شيء من روماريو بعد. أنا أعمل مع فريقي ومع المدرب ومع زملائي لكي أكون أفضل، ونحن الآن في موقف جيد. علينا أن نبني على هذا ونستمر، وبالتأكيد كل شيء سيأتي في وقته. تعرف أن الاتحاد لديه مشجعين كثيرين، ماذا تحب أن تقول لهم؟ هذا الفوز كان من أجلكم وسنستمر. الاتحاد سيدي البلد. شكرا جزيلا كريم بلقائنا مع صاحب الهدف اليوم. تتحول الكلمة إليك الآن، تفضل.